وننهي هذه الحلقة بسؤال من أحد الإخوة المستمعين، يقول: رزقني الله بولدين وبنت، أريد أن أستثمر جزءا مما أدخره بأسماء أولادي. في قرارة نفسي أريد أن أخصص مبلغا للأولاد الثلاثة كل على حدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذا صحيح شرعا أم أخصص للبنت مثل ما أخصص لكل ولد؟ هذه مسألة خلافية، المهم أن لا تتركي أحدا بدون عطية، بل الواجب أن تسوي بينهم العطية بأن لا تحرمي بعضهم منها. أما مقدار ما يعطى كل واحد فالعلماء قد اختلفوا في ذلك، منهم من يرى أنهم يعطون بالسوية، ومنهم من يرى أنهم يعطون على حسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، لكن شرط أن لا يعطى البعض ويحرم الآخرون. نعم، هذا في حياة ذلك الأب أو تلك الأم. نعم، العطية الكلام. نعم. على العطية. نعم. أما الميراث هذا لا خلاف، بل من سوى بين الذكر والأنثى. نعم. في الميراث مخالفا بذلك كتاب الله فهذا كفر بالله عز وجل. نعم.